بعد اعلان طاقم التحكيم اللي هيدير المباراه غدا بقياده كابتن امين عمر، وده كان متوقع الحقيقه، ومعاه محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، احمد الغندور حكم رابع، وعلى الفار كابتن محمد معروف كابتن محمود عاشور. شايف الطاقم عامل ازاي؟ يعني زي ما انت قلت يا كابتن شوبير، هو الطاقم متوقع. نعم. يعني تقريبا هو العدد اللي راح الامارات. نعم. رسمنا السيناريو للحكام، لكن هنا الازمه بالنسبه لي انا، نعم، ان تقريبا امبارح كابتن محمود عاشور اللي هو معروف ان هو تقريبا حكم الفار الوحيد اللي موجود او حاجه زي كده، كان موجود بيتكلم اعلاميا، يعني ظهر اعلاميا. انا برضه عشان انا قلت في المقدمه وارجع اقول تاني، دي شطاره من المذيع. لا لا انا ما بلومش طبعا، بس عشان البعض بيتخيل ان احنا، لا ده شطاره من زميلنا سيف زاهر انه يعمل كده، لكن انا بتكلم على المبدا نفسه. المبدا ان ظهور الحكم اعلاميا ان هو بيتكلم عن قرارات في بطوله مجمعه. هو النهارده ده مش ماتش دوري خلص ولسه، لا دي بطوله مجمعه. فانت بتطلع تتكلم عن قرارات تحكيميه وقرار حتى مثير للجدل، في تدافع او حتى تبرر، ده ما اعتقدش كان في احترافيه من وجهه نظري. ما كانش في احترافيه، خصوصا انه هنبتدي نخش في قيل وقال. النهارده مثلا مدرب بيراميدز، يعني احنا معنا بعض اللقطات، كان مدرب مثلا بيراميدز كان بينتقد الحكم بعد كده، قال لك انا ما اعرفش ليه الهدف بتاعي اتلغى. طب النهارده انت ككابتن محمود عاشور طلعت امبارح بقى ترد، طب هل النهارده هتطلع ترد على مدرب بيراميدز وتوضح له قبل مباراه النادي الاهلي؟ طب النهارده مثلا جمهور النادي الاهلي وقاعد بيشوف الكلام ده هيتلقاه ازاي؟ هيضغط ما طبيعي هيضغط على الحكم. فالنهارده هنا دي مشكله، ده تصريحات المدرب بتاع بيراميدز بيتكلم ان هو حتى في كلامه ان هو بيقول انا مش لو اتكلمت ممكن تتطرق لامور خارج الكره. فالنهارده ما ده ضغط على الحكم نفسه. في بعد كده الكابتن محمود عاشور نفسه تصريحاته، او عفوا اولا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الاستاذ احمد سالم كتب برضو بوست صعب جدا وغريب جدا. النهارده انت بتتكلم عن اخطاء تحكيميه وبتضغط على التحكيم قبل المباراه، طب النهارده انت بتلومه ليه على الجانب الاخر لما يبتدي يتكلم هو الاخر ويبتدي يشوف ان موضوع التحكيم؟ هل مطالب ان النادي الاهلي وجمهوره فقط هم اللي يدعموا التحكيم والناس الثانيه ما تدعمش؟ النهارده على يعني ده كان بعد مباراه الزمالك وبيراميدز. طب النهارده اهو، طب حكام اجانب النادي الاهلي السنه، الحقيقه الزمالك ما اتظلمش في ماتش بيراميدز، ده من وجهه نظر ما انا بقول لحضرتك، ده وجهه نظر نادي الزمالك، ده المتحدث الرسمي. فالنهارده النادي الاهلي السنه الموسم اللي فات عمل ايه؟ جاب اربع حكام اجانب لاربع مباريات مهمه بالنسبه له. طب انت النهارده كنادي الزمالك ليه ما بدل ما تكتب كده ليه ما تروحش لخزينه اتحاد الكره تحط 70,000 دولار وتجيب طاقم حكام اجنبي؟ كابتن محمود عاشور نفسه هو بيفسر الحالات امبارح، طب هل ده دور، هل ده دور الحكم وهو موجود؟ ده دور المحللين الفنيين حتى. ممكن نقول ان هو دور كابتن ابراهيم نور الدين بما انه احد المسؤولين على منظومه التحكيم وموجود في التلفزيون، تمام. لكن النهارده الحكم نفسه ان هو يطلع يتكلم عن الـ القرارات والتقنيه طب ما ده تمام جميل، لكن انت نفسك كنت موجود قبل كده وقلت ان الجون مثلا امبارح في 20 ثانيه اللي هو هدف الزمالك تراجع في 20 ثانيه، وقلت ده اصل جون مودست اللي هو السنه اللي قبلها كان نفس الكلام. لا انا بالنسبه لي انا وانا قاعد بتفرج على الشاشه جون مودست ما كانش في 20 ثانيه و30 ثانيه. بنفس الفكره ونفس التقنيه وتقريبا في نفس البلد. فالنهارده انت ككابتن محمود عاشور ليه بتطلع في الاعلام ليه دلوقتي؟ انا الحقيقه ما شفتوش للامانه، بس عرفت بعد كده يعني بالتصريحات. يعني احنا انا جايب التصريحات ممكن سريعا النهارده. فاعتقد ان كان انا من وجهه نظري طالما في قرار ان الحكام اهو، ده تصريح، التصوير ساعد في سرعه اتخاذ القرار، تمام، ده حاجه جميله. وغير خبراتي تمام. سبب الغاء هدف اوباما في الزمالك في 20 ثانيه قال لك عشان الخطوط على طول وزاويه التصوير، تمام. وهنا برضو يعني كل تصريحات اللي بروزت عن الغاء الهدف، طب ما كان في قرارات ثانيه ما علينا. هل هنا انا هنا ما بتكلمش عن صحه الهدف من يعني القرار نفسه انا ما بحللوش، لكن انا بتكلم عن فكره ان خروج الحكم الوحيد المرشح للمباراه للاعلام قبل المباراه بيومين ده ملوش تفسير. فالنهارده انا بقى جيت، طب ماشي، طب جون مودست اهو كابتن شوبير بما انك بتقول عليا المشاغب، طب اهو جون مودست السنه الموسم في الموسم اللي فات حكم الراي رفع وشفنا الجون باعادته بالمش عارف ايه، ولما بعد كده الاعاده جت ومودست مش عارف مين كان بيحضن خد دقيقه ونص مش ده بصرف النظر عن الوقت مثلا يعني نتكلم. لكن عندك اي تحفظ على الحكام؟
ما اقدرش اتحفظ على اسامي الحكام، لكن اقدر انا من وجهه نظري كنت اتمنى ان لا ده الجون بتاع مودس ده تقريبا لما اتحسب كان قبليه والحكم رفع الرايه، او دي لما اتحسب هو الجون كان جه في الدقيقه 100 او جه في الدقيقه 113 خد دقيقه ونص بالظبط، خد دقيقه ونص. انت ليه بتحط نفسك في الفكره ان الجمهور هيعمل المقارنات دي وتحط نفسك تحت هذا الضغط؟ فانا من وجهه نظري يعني كان لابد ان يبقى في اكتر من طاقم موجود، طالما انت هتحكم تحكيم مصري عشان ما يبقاش فيه هذا القيل والقال، كان لازم ان الحكام ما تطلعش تتكلم في الاعلام لان ده بيحطهم تحت ضغط. واخيرا جميع مباريات النادي الاهلي الاخيره اللي كانت امام نادي الزمالك بحكام مصريين، والنادي الاهلي بالمناسبه فاز فيها بنتائج كبيره، كان فيها مشاكل تحكيميه. فالنهارده ده وسمعنا بقى في تصريح الاحتواء و50 50 والقصه دي، طب فالنهارده ده طبيعي يبقى فيه تخوف، ولكن بنتمنى التوفيق عشان المباراه تخرج لبر الامان، وخصوصا بعد الاحداث الاخيره دي الماتش هيبقى يعني يا كابتن شوبير فيه مشاكل. لا ان شاء الله ما يبقاش فيه